شيخ ولد شيخ ولد شيخ جاوري اللي بيليف مي هو الواحد وده يطلع بهالشراحه بس المعين بدال ابوك مساك الله بالخير يا باي هلا حبيبي يعطيك العافيه على السلامه الحمد لله على السلامه شنو مو مفششين حسبي الله على ابليسك قلت 40 على طول يقول لي بدوي وبدوي اخر شيء مغرز خلاص نحشر جنه ان شاء الله في ثاني عشر هيرة حولي الله كان هذا اللي يسلمون على التلفزيون صح؟ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الجائزة راح تكون دينار هذا الدينار راح أحنطه يا رب يا رب يا رب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ما شاء الله تبارك الرحمن شلون كذي تاخذ دور ابو احمد الله يعطيك العافيه ابو احمد الله يعافيك حبيبي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية أول كشتة خلنا نقول بالموسم لكن ما راح تكون كشتة طويلة لأن الجو أساسا لما الحين حار يعني الحين آخر العصر بإذن الله عز وجل كشتتنا لنهاية الليل ونتوكل على الله فعاليات بسيطة بإذن الله عز وجل طبخ درس خفيف بإذن الله عز وجل قعدتنا الحلوة الشباب سوالف اليوم يمكن تقريبا كلنا جايين موجودين تبارك الرحمن راح يكون عدد كبير ان شاء الله حتى تبارك الرحمن حتى عيالنا ويانا الكل متشوق حق طلعه البر وقعدته وشراحه الصدر شيئين اوصيكم عليهم اول ما توصل البر تقول دعاء المكان اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الشغله الثانيه هني طبعا عسى الله يحفظك يا رب باذن الله عز وجل ما يحفظك شيء الشغله الثانيه احرص على نظافه البر احنا الحين ببدايه الموسم ما نبي نطلع من الموسم نلقى الرمل اقل من الزباله عزكم الله والوسخ وكذا فاحرص على نظافه البر وعسى الله يحفظنا وياكم لما فيه الخير السلام عليكم السلام شو اسمك عبد الله جنو محمد وليد البلوشي وحش ونعم هذا ولد بوليد محمد البلوشي عسى الله يحفظه عيالنا هناك عسى الله يحفظهم قاعد يلعبون هلا اوريكم الحين القاعده والمدير قاعد قاعدتنا تبصوري مع الشمس؟ أنا بصور قاعدة المدير. السلام عليكم. هلا أبو وليد. شيخ ولد شيخ ولد شيخ. أبو وليد محمد بلوشي. صورني. إيه قاعد أصورك. قاعد أصور المدير. مسكين في إصابة عشان كذي قاعد ومرتاح. سلامات سلامات. انسدح انسدح خل نداويك. أسوي لك علاج طبيعي. هلا أبو وليد. شوف من طبعاً أول الحضور كالعادة. وبايق عزبتي يسوي شاي قهوة هلا ابو سليمان هلا هلا السلام عليكم سلام اي يا ابو سليمان والله زين الحمد لله بخير شلون الجو؟ الجو اللي بيليف مي والله الجو يا جماعة للحين حر لكن على قولتهم الواحد وده يطلع بهالشراحة ويتونس الشباب هنا قاعد يلعبون كثير عندنا عفوا والله قاعد يلعبون هلا هلا بالحبيب هلا ابو احمد هلا والله هلا وغلا المعين كلها مشتاقت لك صور احمد دوم متشفق حبيبي على الكاميرا حبيبي تتغسل المواعين بدال ابوك عسى الله يحفظهم احمد وناصر عيال ابو احمد عسى الله يحفظهم يا رب عسى الله يحفظهم الله يطول لي عمرك علاوي ولد محمد البلوشي ما ادش في البوك حبيبي السلام ولد محمد البريع عسى الله يحفظه يا رب وليدان والبوليد ليش ليش معصب عبد الرحمن ولدي السلام عليكم على حبيبي محمد ولدي عسى الله يحفظهم يا رب هذا الجو تبارك الرحمن بنصلي المغرب اذن نصلي ان شاء الله ونقعد على طول سوالف عده ما عده صاير نوع عادي مدور صاير نوع في توماتيك صاير نوع لا معكوش يعني ما عندهم اشياء زايده الا هم اليوم خربان هذول هذه شوي لا عجيبة أنا شفت حتى استعمالها ممتاز حطيت مكان محشور خلاص ما تشيل الاسبانة اي صح هذا شنو ابو احمد؟ صح هذا الويرة وينها؟ دفعنا ابو على طول ها؟ ملك الويرة ملك العدة الغالية اي والله كاهي بس الصراحة تسوى يعني كاهي كذي مو غالية زينة مو غالية كم 40 دينار صح؟ 45 45 بالكويت يبيعونها بشيء و50 الله يعطيك العافيه والله مضبطنا مسنعنا والله مدلعنا ابو وليد اي والله على بالي احد من الربع
يلا صلينا. كبيرة هي. بعدين نسوي لكم هذا. أشوف شنو خلينا نشوف. بنسوي لكم. بطلت ساعة. أبو البوكس تعال 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 استري استري قبل صلي قبل صلي. إيه. أنا بطالة أنا عندي بس الصغيرة من اللي كلش نمنم. بلى. والله دلع ها. طبعاً كشخة. سيدة. والله دلع كله سيدة. من أبوي هذا. كله والله جايب الكاميرا يعني. لحظة لا ثاك أك أحمد أحمد. لحظة أبوي ألو. ألو. هلا حبيبي هلا. وليد شرح لنا. السلام عليكم. السلام. انت اشرح خلاص الحين بس ايه 1 2 3 4 4 اسوانات انا كمل قاعد اتكلم بالتليفون. طيب شنو هذه اشرح لنا. هذه الميزه فيها يعني هذه من 16 ل 19 اشوف الرقم مو مبين. اوكي 16 ل 19 طبعا هذه شنو اللي هم الامبريال النظام الامريكي. تبطل خلينا نحط هذه يعني هذا البرقي تبطل على قد البرقي حلو خلاص تسكر عليه مضبوط اي وبعدين الحين تبي تشد اي ويتعض زياده اي تعض زياده طبعا تسكر الصبع عشان لا ينكسر اي وترد لا تشيلها تفتح وترد تسكر وترد تسكر تفتح اي هذه ميزتها وكل ما تسكر طبعا تشد زياده أي. يعني هذه ميزتها يعني كواليتي دوس بنزين هذه الجوكر على قولتهم الجوكر يعني قولتي دفاع هجوم يعني تغنيك عن كذا شغلة ادفع وارتاح صح هلا ابو فوزي ما صورتك ترى توني صورك ما عليه يا هلا ويا مرحبا وين رايح حبيبي بالعدة اي ورا الصف الثاني حبيبي الوالد عسى الله يحفظه يا باي مساك الله بالخير يا باي يعطيك العافيه ابو فهد شاي العود مساك الله بالخير هلا ابو ناصر هلا العلاوي هلا شلونك هلا هذه قعدتنا وين العب مين بيتعب الثون بيمددون وايرات ما ادري ايش بيسوون ياخذ العده من السياره هلا الحمد لله على السلامه من الطياره لهنيك انها بالبيت انا بنوخذ شلونك طلع الحداقه وين الثاني جاي بالطريق صديقك عبد العسام ما صرت اسود للحين ابيض كويس شلون بالبحر للحينك ابيض والله ما صرت اسود يلا حياك سلام السلامة حالك شلونك هلا راعي العنفلوس راعي العنفلوس اكثر من والله هلا والله شلونك اخبارك طيب والله شلونك يا هلا بالعنفلوسي عنفلوس تايم ماهي كسروا الماهي ماهي ديسكا الله حامد طبعا تو راد من عمان حداق ما شاء الله صايدين ماهي لنقلين بس لا موجود عاش المدير والله ملك المدير ما ادري مصاب من زمان صدق اريحت لنا هذا ايش بيسوون ايش بتسوون انت مشبك ابوك يقول يسوون مشبك والله شكله يبو يسوون مشبك بس كهربائي كهرباء حق الطراد حسون حق الطراد ملك متسلة ملك الحمد لله على السلامة هلا بأهل عمان يمين الكسير خل بعدين هلا محمد الحمد لله على السلامة طال عمرك هلا حبيبي شلونك الحمد لله على السلامة اجر عافية خليك شرك الله ما تشوف شر احمد الريش مسوي عملية رباط صليبي وعلي احمد الجبري راجع من عمان ويا حامد حداق بس الله يحفظهم عاش العود عاش منجال جواك الله يقويك ربك سنعنا بالطبخة اليوم والجمهور هني طبعا واقف تفرج الكسير واقف وعلي خانت حيلي أجر عافية ايه كسير أجر عافية يا رب الماي وايد ما شاء الله الماي وايد اي والله زاد أخاف شو حبيبي نبي انا رش حشو مغفر خل حشو ليه باكر واخذ منه حق الفوح انت قص حق الحشو حبيبي كل حق الحشو لا ولا شنو الطبخه شنو العشاء مجبوس ان شاء الله مجبوس لحم ان شاء الله اول خطوه ايش قاعد تسوي طير زفره الفوح اللحم خلت تطلع زفره طير لحم طير حش ولا حش ولا يا هلا ابو وليد هذا الجورجي هذا الجورجي يا ابو وليد اللهم بارك ايش رايك فينا وانا اعرف طلع علي يا ستيكات اخوي يجي جيب الصاجه
انا وياكم منو؟ انا وياكم. اي وياكم لازم انا وياكم. انا وياك وياه. انا اجيب لكم الصاجه. اي بالشوي مو منه. والله محترف. مجاب ابو مشعل. تلميذ. اي مجاب يوميا حي يشوي حمام. بس انا بصراحه يعني ما كنت اظن اني انا اشوي زين. تشوي زين؟ لا تشوي زين يا ابو ريم. حمود الخميس يقول اقوى واحد ما ابي اشوي طيور. اي مو منك والله مجابل. الحمد لله. كل يوم كل يوم الريوق حمام ما شاء الله. عاش العود. عاش هذه مرحلة ايش يسمونها؟ شيل الاسفرج. شيل الاسفرج. شيل الريم. اي ها. اي. شنو قال مساء؟ والله هم هو داوود يتعايون يقولون اي مالي ما انا مش عارفني. داوود وينه داوود؟ وين داوود؟ الله يستر عليه الله يستر عليه لا تنسيت يا معود. لا لا. صور صور صور. لا لا قول وين داوود الناس راح تسأل. الله يستر رايح تايلند. شو يسوي بتايلند؟ والله ما ادري تايلند. لا يا يبا قول. يا يبا قول. يا داوود هاي ما نعرف الله يشافي عافيه انت تولي عم حسن ماهم عمي حسن عم اللي هو عمي ابو داوود عسى الله يشافي وعافيه رايح علاج وداوود وياه قاعد الناس تشك فيه بعدين تبي يقصلك الطماطه اي والله اربعه تحيه كبيره حق داوود ليك قاعد يسوي حشو امين اللهم امين داود شوف قاعد اسوي حشو يمكن احرقه حبيبي والله ان شاء الله الكشته الجايه ويانا اذا الله احيانا الكشته كان مسجل اسمه لكن قدر الله وصارت عندهم سفره ابوه عسى الله يشافيه ويعافيه يا رب ويردونهم بالسلامه يا رب يبي له ماي يبي له ماي شنو هاي تاليف؟ لا هاي مو تاليف اكيد والله العظيم شلخونا من شراق اليوم انا ما صدقك بس واسمع اسمع كلام المحترف محترف صدق قاعد يسوي؟ اي قاعد يسوي كاميلايز هذا صب عليه ماي صدق اول مرة انت عيل ها انت كله شكو قدرات شلخونا من شراق شلخونا عيل يابان يابان شوف حمود تعال تعال شوف يلا شوف 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 يطلع من المقله اللون اساسي حرق يعني مو جسم زين زين البصل بعدين تطشر البصل اللي برا هذا اللي راح شنو هذا اللي مو زين مو زين اي اللي مو زين اي اللي مو زين يطلع برا انا الكاميلايز اسويه بدهن الطيور يا سلام انت غير محترف غير انت احترافه سكر سكر هذا الازرار والله لو انا كان مخلص نص الماء لا العمليه هذه يبي لها صبر يا ابو انا لو انا والله كان مخلص نص الماء عندي ليش شنو البهارات اللي تبيها مع الحشو حبيبي انا ما اقدر اتكلم اي حسبتك بتالف تحط فلفل اسود اي كزبر وكزبر دارسين شويه حلو اشوى انا احب دارسين هيل هيل ايه هيل ولا شوي شوي اللي طلع الحشو بلش 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 لا تنسى شنو هذا منو هذا يسبون عليك شراغي هذا الحشو بعد مو يقولون ما سويت حشو هم انا مشارك بالطبخه مو بس انت ها اي دير بالك اي انت ما نقدر نقول لك شوف الحشو شوف تعال ابو يقول يبي له خبز ايراني تاكل عليك تقولون لولو ها حاضرين هلا ابو عزوز سلامات هذا هو هذا هو بالله شوف الشيخ يفشش يطلع ترى لا يطلع ان شاء الله مره طيب اي لا يطلع لا يطلع ما شاء الله يطلع لا يطلع ان شاء الله يطلع وقف تبي نسم السلام عليكم سلامات 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 اجر عافيه سلامات سلامات مرحبا مرحبا السلام عليكم شنو مو مفششين ما يبين السلام عليكم ابو عزوز سلامات غرازه ونعم يعني حركات هلا بالحبيب ناس متوايا نسمتوهم هلا والله كم نسمتوهم 25 لا 25 مو 30 هذا 12 12 12
اخوي يوسف المفيس. ونعم حالك معلم. جواهم الله وخير الرجال يا يساعدهم طبعا. هذا الباجر وطلع ان شاء الله تبارك الرحمن. عاش الجبري. ايه بعلان الجبري كفو. شنو ابنه واحده ابو عزوز ماشي اللهم بارك. كفو والله كفو كفو. الله يرحم والديك. جزاك الله خير. الله يرفع قدرك ويرحم والديك. شوف على الساعة شوف. كان 34 كم صار؟ 24. كم صار؟ 17 ونص. ما شاء الله. كم الولف هذا؟ هذا ما لك شغل بساعة عاد. 40 دينار؟ جبتها صح. حسبي الله على بليشك. ولف 40؟ اي بس المهم شنو؟ أداء. وقت الجزمة على طول. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني 120 دينار أربع ولفات ها؟ لا كلهم أربعين. كلهم بأربعين. عطيت. كم كان؟ 26. كم صار؟ 15.5. ما شاء الله طولنا عليه. اي تمام عشان ما يأذينا. هذه فنيات يعني مات الجيب ها؟ اي عشان شو اسمه وين المدقر هذا وين راح؟ هذا دعني طبيبون. شفت شلون ولا قال لي اصلح سيارتك ولا قال لي ابشر بالعوض؟ طبعا 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 بس يلا مقبوله مقبوله عادي مدقر وكلفته. عاش العود. حش وسويت لك ودقوس سويت لك. لا ساعدتك بعد. ايش تبي؟ اسمعني تكفى والله. شوف شوف دقوس. شوف 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 دقوس. دولي الدقوس. اي والله دقته تو دولي. عفا عليك يا العود. عفا عليك بس انت اشر بس اشر انت بس اشر. دقيقه. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا يا هلا يا هلا. ونعم ونعم. يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اللي كان قاعد يسود؟ اللي قاعد يسود هذا. هذا هذا اللي ذبحني يقول لي بدوي وبدوي. آخر شيء مغرز. لازم نسوي لكم أكشن يا أخي. شنو هذا؟ هلا هلا والله. كيف الحال؟ شو الاخبار شلونك؟ يا هلا مرحبا عليك. سلام الله. يا هلا كيف؟ يا هلا كيف؟ والله زين ان شاء الله. زين ان شاء الله. يا حبيبي الفيديو. طيب ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله. ريحتنا طباخ ما يخالف. احلى شيء. انت ريحتك كل شيء حلو. الله يرحمك. هلا الله. مصعب. هلا. والله مغرز. بعدين راح اقول لك السبب. ما يصير. كان يسولف معي. كان يسولف وياك متغرز؟ لا ما خلاني انتبه له. انزين اوكي غرست. ما اعرف ما قدرت تطلع سياره؟ ما اعرف اشغل نظام الزحف. ولك انت الزاحف. انت الزاحف. لا اسوي لكم اكشن ما يصير توصل بسرعه. لا بالغالي. حياك حياك. تعال تعال. السلام عليكم. محمد بلوشي عمر رحال بمصعب وليد. هلا والله. هلا كيف؟ هلا والله. هلا حبيبي شلونك؟ الله يحييك. شخبارك؟ طيب شلونك؟ الحمد لله بخير. شلونك؟ شخبارك؟ طيب. السلام عليكم. هلا والله.
سلم سلم. شيخ كيف الحال؟ شو الاخبار؟ اي والله صار طوبه. طيب عمر الرحال الوالد. شلونك؟ يا مرحبا حياك الله. طيب شلون صحتك؟ الله يحفظك ان شاء الله. شلونكم؟ هلا بالحبيب الله حيه. اهلا وسهلا. شلونك؟ شو اخبارك؟ سلم ولا اشيلك؟ سلم عليك. هذا مدير. هذا مدير كبير. شلونكم؟ هلا حبيبي حياك الله. هلا بمصعب. هلا والله شو اخبارك؟ بخير الله يطول عمرك. اللهم لك الحمد على ما تحب. السلام عليكم. هلا بالحبيب. اسمك بعد شوي. ضاع الفيس. بعد عائلتك. وليد محمد. ونعم ما شاء الله تبارك الله. هلا. شلونك؟ شخبارك؟ والله ونعم. السلام عليكم. خذ البركات، خذ البركات. كل البركات عنده ترى. خلاص نحش الجنة إن شاء الله. موضوعك عندي. بركه عمي ابو احمد هندي. شلونك عمي؟ طيبين ان شاء الله. يوسف اخوي. يوسف ونعم ونعم ثلاث سنوات. ونعم الله يحفظك. ناصر شنو؟ ونعم فيشاوي. ما شاء الله على قدوم الفيل للتبيني. على قدوم الفيل في التميني. في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حولي. الله الله عليك. أساس الله يحفظه يا رب. أساس الله يحفظه. اللهم بارك ونعم التربية أبو سليمان. اللهم بارك. اللهم بارك. خلني أسوق حق مشروعي. وأنت جزاك الله خير. إي والله السيرة النبوية مسوي حق العيال بسم الله عليهم الرحمن الرحيم. بديت فيه من تقريبا أكثر من سنتين. بدينا بدوحة النسب الشريف ووصلنا الحين إلى سبع أناشيد في السيرة النبوية من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. من بداية يعني بعثتها صلوات ربي وسلامه عليه ليه الحين احنا وصلنا في فترة المدينة النبوية ما شاء الله. شيء مرتب مسوينا بالموشن جرافيك وايد يعني. شوفوا الأطفال تبارك الرحمن قاعد يحفظون هذه الأناشيد ويحفظون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتدش داخل قلوبهم وأرواحهم. وإذا كبروا يعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحبه في قلوبهم. صدقت. وين يلقون الاناشيد في كلها؟ في قناتي باليوتيوب بلاي ليست. انا مسوي الاناشيد يعني قائمه تشغيل واحده. شو اسم قناتك باليوتيوب؟ احمد الانفيس. احمد الانفيس يا الربع تكتبونها بالانجليزي بالعربي وراح احط لكم رابط قناته. في ناس وايد ما يدرون ان الشيخ جزاه الله خير عنده قناه ومهتم بموضوع السيره النبويه بكل الطرق يعني تبارك الرحمن. بالانستغرام عنده الايات اكثرها قاعد يهتم بموضوع السيره النبويه. اي والله الاناشيد الله يجزاه خير مهتم بالاطفال وكذا. اي يعني احنا قاعد نسوي هذا الامر نسال الله جل جلاله ان يجعلنا من ينصر سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحيينا على التوحيد ويميتنا على السنه والتوحيد يا رب. اللهم يا الكرام. المشرف على هذا العمل هو الشيخ الدكتور محمد بن مهدي العجمي. يعني ونعم. السالفه اللي قاعد تطلع مو قضيه اناشيد وانتهت. في لجنه علميه، في كتابه الشعر بادق التفاصيل، في مراجعه للشيء اللي يكتب. يعني لجنه علميه متكامله. يعني الموضوع مو اسم فقط نشيده. لا 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 لا. مو نشيد عادي، نشيد تثقيفي تعليمي رائع تعليمي للاطفال. ما شاء الله تبارك ونكبر. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. والشيخ عمر الرحال اكتب باليوتيوب. اكتب باليوتيوب سورة الأنبياء عمر الرحال وادعي لي. سمع المنير. سمع المنير. اكتب باليوتيوب بالعربي أحمد الفيس بالإنجليزي عمر الرحال. الشيخ عمر الرحال عنده قناة باليوتيوب وتبارك الرحمن تلاواته. ايش فيك استحيت؟ ما أدري. ويك صار أحمر. أنت مغرز ومستحي بعد؟ أحد أنبل تلاميذي. ونعم ونعم. وإذا أنكر هذا أخاف ينكر. راب دور. اخاف يوم من الايام تنكر ولا شيء. لا ما انكر رب. يلا يلا. لا لا جاد يا جماعه عنده تبارك الرحمن قناه باليوتيوب. لو تكتب اسمه عمر الرحال راح تلقى تلاواته. اللهم بارك. انا بالنسبه لي اقوى شيء سوره الانبياء عمر الرحال. 1400 كم كانت السنه اللي طافت رمضان هذا؟ 43. اسمع وادعي لي عسى الله ينفع فيكم انتوا الاثنين. الله يجزاكم خير وتروح فيكم البركه يا رب. قعدتنا اليوم عفسه ما شاء الله تبارك الرحمن مع الاهل. عسى الله يحفظهم يا رب. هلا نصور. كنا هذا اللي يسلمون على التلفزيون صح؟ حبيبي
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. لا هذه على الأبرار مو اللي فوق. لا حبيبي دقيقة، إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على رأيك ينظرون تعرف وجوه نظرة النعيم سكون من رحكم مختوم وفي ذلك الله عليك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بس عبو ترى كله مستعجل وكله معصب. اي دير بالك دير بالك حبيبي عسى ربي يحفظه يا رب. امين اللهم امين. عموما احنا لنا خلطتنا خاصه من الامين هذا احنا معتمدين. وحمني ما سلمنا عليك. هلا بالحب. سعد مبارك يعطيك العافيه. هلا بالغالي سموحه قاطعت حديثكم الشيق. متى حبيبي طبختنا الشيقه تنزل؟ ملح كفو والله ما شاء الله كفو كفو. هلا ياك ياك شغل الليت يا جماعه. ها صار راح نسوي سباق. الجائزه راح تكون دينار. زين دينار. ها شوفوا اصلي ايه نوت اصلي نوت. شوف نوت سباق شنو شنو الحين سباق سباق هو شو اسمه ما يبينه. احمد احمد ولد سيف الشاوي. حتى انا حتى يلا حتى انا شو اسمه شفتون شو اسمه وليد 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 عبود هذا عبود البلوشي. حتى يلا واحد يلا اثنين ها قاعد يليق والله وحش مو مصعب. حتى انا يلا عدل 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 يلا كلكم كلكم زحمه زحمه لا 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 النهايه مني. وين النهايه؟ عندي انا. يلا يلا دقيقه دقيقه اثنين خش خش دقيقه لحظه 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 في واحد غش في واحد غش. يلا ابو مصعب يلا واحد اثنين قرار فاز فاز عطى دينار عطى دينار ما يعطي دينار ولا شيء امسك انت عندك فلوس كثر. وين وين ابي العقال حركه العقال عمر عمر تكفى مو صعب حركه العقال يقول لك عندك فلوس وايد. شوف يا جماعه شنو جيب عطى الحمد لله. اي تاجر تاجر ولا التاجر لا مو لي الجبله مو لي الجبله سجو شيك. اخيرا اخذت منك شيء اخيرا سبع سنين اعرفك اول مره اخذ منك شيء. اموال قارون اخذتها مني. هذا الدينار راح احنطه بحنطه مو برواز بحنطه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. أول شيء يا شباب أرحب فيكم في أول طلعة لنا في الموسم وأسأل الله جل جلاله أن تكون إن شاء الله بداية خير علينا جميعا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العنى العلا كما جمعنا في هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش. اللهم آمين يا رب ذا الجلال والإكرام. إخواننا على سور المتقابلين يجمعنا على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء والصالحين. أنا في الحقيقة يعني في هالكشتة هذه أرحب يعني بأخوي يوسف. أنا سعيد جدا أن أخوي وحبيبي وشقيقي أبو يعقوب عسى ربي حفظه أخوي اللي أكبر مني يكون معنا في هالكشتة الجميلة وعيالنا عسى ربي حفظهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام. تبارك الرحمن توا واحد سمع لي المنيرة. أي والله وولدي الشيخ عمر رحال. اي فيعني اتشرف فيكم جميعا عسى ربي يحفظكم يا رب يا ذا الجلال والاكرام وان شاء الله يا رب نتذاكر هذه المجالس في الجنه يا رب يا ذا الجلال والاكرام. شباب ابيكم تركزون معي خاصه يعني عيالي الصغار عسى ربي يحفظكم. انتوا صغار بس بالسن ولا انتوا كبار في قلبي. اليوم بتكلم عن عباده سبحان الله وايد قريبه من القلب يعني نحبها احنا شيء شيء جميل سبحان الله.
وهي عبادة الدعاء. يعني وانت تمارسها تشعر باللذة سبحان الله اللي تغشاك والسكينة اللي تحوفك وانت ترفع هذه اليدين المنكسرة إلى الله عز وجل وتطلب منه. حتى في صيغة الدعاء، الصيغة اللي واردة في الدعاء، انك انت تطلب من الله عز وجل كطلب شنو؟ المسكين المحتاج. يعني مو هالصيغة هذه انك انت ترفع، وفي اكثر من ورد، اكثر من رواية، لكن هذه الرواية من الرواية الصحيحة اللي وردت في الطلب، انك انت كذي يعني منكسر بين يدي الله عز وجل تطلب يا رب يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصر الدعاء بكلمة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظ الآية هذه سبحان الله شلون يت أستجب لكم مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، حتى ما في فاء التعقيب ولا ثم، مباشرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أذكرك بشنو؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله، دائما رب العالمين لما يذكر الدعاء يذكر الإجابة من وراء مباشرة، لأن سبحان الله الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي كريم. الله جل جلاله حيي كريم، يستحي. والله أنا يا جماعة من أقرأ هذا الحديث يعني أتعجب أتعجب، هل يعني شنو هالكرم الإلهي وشنو هذا العطاء وش هل يعني سبحان الله النفحات الإلهية اللي يعني بهالوصف هذا. إن الله يستحي، إن الله حي كريم، يستحي أن يرد عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحانه، يعني أنت تدعي الله عز وجل مستحيل رب العالمين يردك. وهذا سبحان الله، يعني بعض الناس يقول لي أبو عزيز أنا دعيت الله عز وجل وما شفت الإجابة من الله عز وجل، ما وجدت الإجابة. لا، غلطان. أنت الإجابة ممكن ما تشوفها، لأن هي ثلاث أشياء تحدث للدعاء، وهذه من الأشياء اللي إحنا لازم نعرفها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يستجيب لك دعوتك، يا رب يا ذا الجلال الكرام ترزقني سيارة حديثة، يا رب ترزقني امرأة صالحة، يا رب ترزقني بيت واسع، فالله عز وجل يجيب هذا الدعاء ويعطيك ما أنت دعوت. وإما أن يدخره له في الآخرة، أنت تدعي 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 ما في إجابة، تأتي يوم القيامة ولا ما شاء الله تبارك الرحمن ميزان الحسنات أنت عندك مولع مشعل الفوق بالسماء تبارك الرحمن، يا ربي أنا لي هذا دعواتك اللي ما استجيبت في الدنيا، ترى مكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ يدخره له في الآخرة، حتى يتمنى الإنسان أن كل دعواته ما استجيبت في الدنيا. يا عمي خلنا أخذ حسنات أنا لما نشوف تبارك الرحمن الميزان مشعل عندي. طيب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يعني أنت تدعو الله عز وجل مقدر عليك بلاء سبحانه جل جلاله، أن يكون يعني عياذا بالله عسى ربي عز وجل يعافيكم يا ربي يا كريم، أن مثلا يصير لك حادث، أن مثلا يموت أحد الأحباء عندك اللي أنت بينك وبين علاقة، شيء يعورك يعني بلاء، فأنت تدعو الله عز وجل بشيء ما له شغل بالسالفة هذه، مو أنه يرد عنك هذا البلاء، لكن الله عز وجل بالدعاء اللي أنت دعوته صح أنه ما استجاب لك بنصه، لكن صرف عنك إيش؟ البلاء اللي كان بينزل عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الدعاء والبلاء يعتلجان إذا دعا العبد، وكان نازل بلاء من السماء يعتلجان، يعني يتصارعان، يتصارع منو يغلب؟ إذا كان الدعاء قوي يغلب البلاء، خلاص ما ينزل البلاء عليك إلى يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، يعني كنت أشوف حال السلف رحمة الله عليهم مع قضية الدعاء، وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الالتجاء إلى الله عز وجل والدعاء بكل حياته.
وجدت سبحان الله حديث صحح الإمام الألباني رحمة الله عليه عجيب جدا، وكان السلف رحمة الله عليهم يطبقون هذا الحديث في حياتهم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. وكان بعض السلف تطبيقا لهذا الحديث يسأل الله عز وجل ملح العجين الذي يعجن به خبزه، فهو معلق نفسه كله بالله عز وجل، كل شيء يبي يعني الحين بيروح الجمعية بياخذ له حاجة، دائما مستحضر أنه هو مفتقر ومنكسر. الله عز وجل يا رب إذا جاي كرم تلزقني هذا الأمر. أذكر بس قصة حلوة، في وحدة الله يرحمه برحمته، الله يسكن الفردوس الأعلى من الجنة، صاحبي مشعل النوري اللي كان معاي في المدينة النبوية، يوسف أخوي يعرفه زين، هذا من الشباب اللي كانوا حسب الله عنده حسيب من الصالحين. عنده خالة أخت أمه اسمها إيمان، الله يذكرها بالخير، خالتي إيمان، ما أدري عاد الحين يعني شخبارها، إن شاء الله أنها زينة يا رب يا كريم. أذكر كلمتها يوم توفى مشعل أعزية. فهذه المرأة فيها تبارك الرحمن جانب الدعاء جميل جدا، على قضية اللي احنا الحين قاعد نذكر أنه يدعو الله عز وجل حتى شسع نعلي إذا انقطع. يقول لي مشعل، يقول لي خالتي إيمان إذا راحت الجمعية تبي تقضي حاجات البيت، ولا راحت مجمع، ولا راحت تسوق تسوق حق عيالها ولا شيء، يقول أبو عزيز دائما تدعو الله عز وجل يرزقها رب العالمين موقف السيارة، لأن تعرفون زحمة السيارات وكذي. يقول والله يعني يقول لا تكاد تبارك الرحمن اللهم بارك تروح مكان إلا ويخرج واحد من وصفته قدام السوق أو قدام الجمعية في كل يعني سبحان الله طلعاته، يعني من كثر ما شاء الله عندها حسن الظن بالله عز وجل ودعواتها ما شاء الله اللي ما تنقطع بهذا الأمر، وهي تدعو أشياء بسيطة يعني أنت تشوفها موقف سيارة، لكن شوف التعلق بالله عز وجل شلون يصير. أنا بختم لكم بس في يعني شيء واحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الله بن مسعود وهو حديث صحيح جدا، وقليل ما نسمع هذا الحديث. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من نزلت به فاقة حاجة أو شدة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. لما أنت تروح يصير لك مشكلة تروح تطقطق بيبان الناس وما تطق باب الله عز وجل، لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. الله عز وجل سبحانه في الحديث في صحيح الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني يا آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عباده الداعين له المنكسرين بين يديه المفتقرين إليه دائما وأبدا، والحمد لله رب العالمين. إياكم. إي بصور صور، يحق لك يحق لك، صور حبيبي صور، سلم إيدك. شلون على المرور؟ بعد مضبطنا بشنو؟ سلطه طالع يا اخي، انت ايش قاعد تسوي؟ تسلم ايدك. سلامك. تسلم ايدك وبؤك بعد. سلام الله يعطيك العافيه يا رب. اي وانت بس صور ها؟ اي بس صور انت. بس انا مشارك الطب. ادري انت مشارك بكل شيء. والله مسكي قلبي. ها العود. نفرش ونتعشى وبالعافيه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. تعني على أولاد نازل. معبود شو يا شباب؟ معبود شفت الله يستر محمد. حاطه بالمكان اللي ما يثلج. ورا الليت محمد. تسلم ايدك العود. يسلمك حبيبي.
العافيه. اتعبت من بعدك. ماذا تفعل؟ ما شاء الله لا اله الا الله. اللهم بارك لنا خير ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يكثر خيرك ويغنيك وتسلم يدينك وكل شيء. اي والله. شوف 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 شحتي ما شاء الله دايب تبارك الرحمن. ابو فوزي اكل عني ها. معبوش معبوش والله هذا كيف ارجع ما ندري. هلا ابو ناصر هلا استاذ سعود هلا حبيبي الله يعطيك العافيه. شلون كذي تاخذ دور ابو احمد؟ رضا رضا انت شلون رضيت؟ كم والله كم انا قاعد احط صابون حق ابو احمد. نادينك عشان نسالك عشان كذي الزيت بتغسلون ولا ابو احمد يغسله هني؟ لا ابو احمد اولى. حاضر ابو احمد اولى صراحه. خلاص يلا ابو احمد انا حطيت لك الصابون ترى. يا معجبني والله يا استاذ ناصر والله استاذ سعود يبي يمشي بس ما ماشي فيك وتاخرتوا بالعشاء. ليش؟ تاخرنا بالعشاء والله تاخرنا وايد. طالع الساعه كم؟ خو الحمد لله. اي افرك افرك قلت لي بتحط له بس صابون ها؟ اي ساعد يعني اخليه بروحه. اي والله زين تسوي الله يرحم والديك يعطيك العافيه. يا اخي انت شلون انت محامي كذي متواضع؟ شفت شلون؟ الله يكثر خيرك ويكثر من امثالك يا اخوي. نبتلس بقضاياكم ونبتلس بجذوركم. بجذوركم. خلاص يعني نمشي؟ خلاص سيف تصبح على خير ان شاء الله. وانت من اهل حبيبي. كانت خوش كشته تبارك الله. اي والله جزاك الله خير سريعه. خفيفه ويا العيال لويتنا لويا شويه اليوم يمكن بس الحمد لله استانسنا اللهم لك الحمد. الجو شلونه؟ والله جميل لطيف لطيف رطوبه. الحمد لله رطوبه بس العالم. والله العظيم القعده والسوالف والشباب والله, والله العظيم تبرد على القلب والروح. اللهم الله يجمعنا على ما نمر. امين الله يجزاك خير ان شاء الله باذن الله عز وجل كشتات الجايه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. السلام الله يعطيك العافيه العود. ما قصرت حبيبي يا محمد. الله يجزاك خير كثر خيرك. جزاك الله خير يا الملة حبيبي انت. اي والله استفتاحيه يا العود. الله يعطيك العافيه يا محمد. الله يعافيك حبيبي. شكرا حبيبي الله يعطيك العافيه. نرتب اغراضنا ونتوكل على الله. خلصت الكشته طبعا. المكان مثل ما يناله نظيف. كل شيء راح نشيله وهذه عزكم الله زبالاتنا واضحه. هذه واحده والثانيه هناك. يعني ما راح نخلي ولا شيء ورانا ونتوكل على الله. صح عبود؟ نخلي مكاننا وسخ ولا نظيف؟ كفو؟ يلا نقول مع السلامة. نشوفكم على خير. صوت ماكو عبود.